الحركات والبراد، البراد والإنقاذ، كاد يكون الهدف الأول، كاد يكون هدف التأهل في هذه الكرة. برافو للحارس طارق بوزدر على هذا التدخل، على هذا الإبعاد، على هذا البراد، أنقذ فريقه من الإقصاء، أنقذ نجم بن عكنون من هدف الإقصاء. مدني رائع بيسراه، والأروع منها من طارق بوزدر، يحولها يخرجها إلى الركنية. وهنا يعلن حكم المباراة غربال عن نهاية 120 دقيقة. لم يتبقى لنا سوى ركلات الترجيح. هنا أمامكم المحاولة، اللقطة الأخيرة، طارق بوزدر ممتاز، خرج الكرة هنا، بقى محافظا على نظافة شباكه. نجم بن عكنون النادي الرياضي القسنطيني إلى ركلات الترجيح. مشاهدنا الكرام، أعود بأسماء حضارة.